القرآن محفوظ. بالنسبة لرمضان في السنة الماضية كنا عايشين كثير أحسن من قبل الحرب، يعني كنا عايشين عيشة كويسة وفي بيوتنا ما كناش مشردين، كنا متهنيين في بيوتنا، نفطر مع بعض نوكل مع بعض كعيلة واحدة، ما كناش مشتتين، مثلا ما كناش مثلا كل واحد في شقة، مثلا أولادنا كلياتهم مع بعض عايشين في بيت واحد، ناكل مع بعض على مائدة واحدة. والسنة هذه كنا مشتتين، انت بتعرف في رمضان اللي فات كنا في مدارس في الإيواء، ما كناش متهنين على صيامنا حتى وعلى فطرتنا، ما كنا كل واحد في بلد، أنا مثلا وزوجتي وبنتي كنا في المدارس، والأولاد كل واحد بعرفش وين كانوا بالضبط مشتتين، وكل الناس كانت مشتتة. فأنت بتعرف رمضان العام غير عن السنة، أنا احنا السنة عايشين في كرفانات، وهذه الكرفانات من الصعب جدا أن الواحد يعيش فيها في شهر رمضان المبارك. وإحنا اليوم مطالبين أنه إحنا نطالب القيادة الفلسطينية من الرئيس حتى الوزير حتى الضابط حتى العنصر أنه يقوموا بإسراعنا في مثلا الإعمار، وإحنا بحاجة ماسة لهذا الإعمار. بقول لك انت دخلت الكهرباء شفت الارضيه تبعته شفت الحيطان، يعني من الصعب المعيشه فيها هيك كهرباء. خش تصور جوا؟ لا لا ركب العدسه هاي. امره بجوا؟ اجى رمضان العام ما عرفنا كيف راح ولا كيف اجى، واحنا في الحرب وشردين واليهود فوقنا والطخ والصواريخ والبراميل اللي اجوا يطخوا فينا والشهداء، ما عرفنا كيف، ولا صلينا تراويح ولا صلينا قيام ليل ولا اي حاجه، واجى العيد كمان ما انبسطنا، قعدنا بالبكا والنواح، واحنا يعني مش فرحانين للعيد اللي اجى، ولا تهنينا ولا عرفنا واحد من قرايبنا وين، ولا اجى، والسنه كمان كذلك، والله ما احنا مبسوطين بالمره في رمضان، الكرفانات اللي يجينا عمار ويعملوا لنا دورنا ويبنوا لنا دورنا احسن من كل الدنيا، ما بدنا ولا حاجه، بس الحر في الكرفانات مش عارفين نقعد في الكرفانات بالمره، نقعدش في الكرفانه، كله برا، وفتره الصبح لما تقطع الكهرباء بنطلع برا. يلا خليك ارجع ثاني ارجع هيك اجي بتاع زيت اجي Thank you.